هل الجوزاء على موعد مع أخبار حلوة بالأسبوع الأول من شهر شباط فبراير 2023؟ الشهر رح يبلش مع فترة مادية مهمة جدا وواعدة بين الأربعة واحد والأحد خمسة. بيحمل الأربعة واحد وعد جيد جدا أو يمكن ربح، في حين أنه أنت رح تنجز عملية مالية بالأيام اللاحقة، هيدا إذا كنت طبعا مهتم بهالموضوع. بهالأثناء تبرز عزيزي الجوزاء كفاءتك في العمل، ولازم تثبت أنك الأجدر لمهمة لمنصب، يمكن تخضع لامتحان، يمكن يصير في منافسة على أمر وتكون أنت الأكثر حظاً بنجاح. النتائج رح تجي جيدة إذا أحسنت التعامل مع بعض المستجدات بمرونة، يعني ما لازم تغضب وتعصب وتقلب الطاولة، بدك هيك تسير تبتسم، تحاول أنك تعالج المواضيع الطارئة. ما تخاف حالياً من اتخاذ قرارات وإجراء تعديلات على بعض الخطط أو الأفكار. الشك رح يكون طريق اليقين عندك، يعني يمكن تخاف من أمر وترجع تشوف إنه هلأ صرت أكيد ما في أي ثغرات. الفلك بيدعمك بهالفترة وبالأخص كوكب مارس، يعني بتاخد قرارات جيدة جدا بين الأحد والتنين، الأحد خمسة والتنين ستة. بس بدك تحاذر من بعض العوائق يلي يمكن تحول دون تنفيذ ما ترغب ابتداء من الثلاثة، وبخبرك الأسبوع الجاي.